انا مفوض من قبل مجلس اداره، ولكن احنا كلنا في الاخر احنا بنتكلم وبنتناقش مع بعض وبناخد القرار. يمكن الجانب الاماراتي السيد عارف، زي ما شكرت السيد عارف العواني امين عام مجلس ابو ظبي الرياضي، هو ده اللي ساعد على كل حاجه. واحنا قاعدين، احنا مش قاعدين في جلسه تفاوض، احنا قاعدين في جلسه شراكه. فانت بتطلع افكار، بيتوافق ريفينيو وبروفيت، دخل مقابل التذاكر كبير جدا جدا للاتحاد المصري، كل الفاسيلتيز موجوده، والحمد لله الفار والطاقم التحكيم الاجنبي، وحتى حريه الانديه في السفر امتى ومن جهه ايه، كل الكلام ده يعني كان موجود. استاد محمد بن زايد يعني استاد محترم يساعد اي لعيب ان هو يقدر يطلع كل حاجه، يعني هو امكانيات كبيره جدا الامارات. فان شاء الله باذن الله نشهد مباراه محترمه، زي ما حضرتك قلت كده يبقى في فار، في طاقم تحكيم اجنبي ان شاء الله باذن الله زي ما وعدنا انه يطبق الفار من الدور الثاني. لكن مش المهم ان هو يطبق الفار، المهم يبقى الحكام كواليفايد ان هم يقدروا. شغالين دلوقتي في طبعا ملعب الفرعي استاد القاهره، والانستراكتور موجود وبياخدوا على طول ضغطين 28 يوم، وباذن الله المصريين متعودين ان ما يبقى فيه برضو تحدي بيبقى فيه نجاح باذن الله. يمكن استضافتها في دوله الامارات بتزيد الامر تسويقا وتزيد الامر تشويقا من الجانبين، تسويقا لان هو طبعا هم كجانب تسويقي مهم جدا انه يغطي الحدث تسويقيا بشكل كبير، تشويقا من الجماهير اللي هي هتبقى هناك سعيده جدا، الجاليه المصريه هناك انها تشوف الاهلي والزمالك وتشوف الكلاسيكو العربي الكبير على ارض الامارات. برضو في جاليات الاماراتيه نفسها، الامارات الشعب الاماراتي بالاضافه للجاليات اللي بتشتغل في الامارات كلها هتفرج على الكلاسيكو المصري. انت عارف كابتن شريف طبعا الاهلي والزمالك لما يكونوا في نهائي السوبر بيبقى حدث رياضي يعتبر الاقوى والاكبر في كل الدوريات العربيه، ده اذا ما كانش من ضمن اقوى الاحداث اللي بتتم على مستوى العالم. وبالتالي المنظم كمان في دوله عاشقه لكره القدم زي دوله الامارات هيكون متابع من داخل مصر بالملايين، ومتابع من داخل الامارات، ومتابع من دول الخليج بالكامل. كمان هتبقى في احتفاليه قبل المباراه، الاحتفاليه هتزيد الامر كمان تسويق وتشويق واثاره، اقامه احتفاليه قبل المباراه. مهم جدا اقامه مثل هذه المباريات، واحنا ام الدنيا على وقلب الوطن العربي ان احنا ننظم الحدث في دوله الامارات الشقيقه، وده بتعكس الصوره الحسنه للعلاقه الاجتماعيه والعلاقه السياسيه والعلاقه الاقتصاديه اللي ما بين مصر وما بين الامارات وما بين كل الدول العربيه. فده لها جانب تاني لابد ان احنا نكون مدركين واعيين بالنسبه له. وبعدين الجماهير المصريه بعدها باربع ايام هتستمتع بالاهلي والزمالك تاني على ارض مصر.